أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل طلب المال من التجار أو من الأمراء للزواج مسألة منهي عنها إذا كان الشخص عاجزا عن توفير المال المطلوب منه؟ قوله يستعفف ولا يسأل الناس. قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ألا أحسن لهم السؤال ويتكسب هو حتى يحصل على البعض ويستغني عن الناس. ولا شك إذا كان محتاجا إلى الزواج وليس عنده شيء وكونه ينتظر يفوت عليه مصالح أو عليه مشقة، لا بأس أن يستعين بأهل الخير وأهل الفضل من الأمراء وغيرهم. أما إذا كان يمكنه الصبر ويمكنه الاكتساب وكونه يستعفف عن السؤال أحسن له من السؤال، لأن السؤال إلا وحاجة إلى المخلوقين وهذا مكروه.